أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءة هذا الكتاب، كتاب الفرقان، أو أنه أكبر من مستواه؟ يحضر الدروس فيه ويستفيد إن شاء الله، يستفيد إن شاء الله ويستفيد من قراءته أيضا، وما أشكل عليه يسأل عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.